اليوم بعد كوفيد 19 العالم كله تغير. العالم ما قبل كوفيد 19 كان شيء، وما بعد كوفيد 19 شيء آخر. ومثل ما أقول دائما أنه النمط كله تغير في الحياة، السرعة زي ما قلنا الآن أصبح كله العالم التقني سيطر على جزء أساسي من حياتنا، زي ما قلنا التجارة الإلكترونية والتجارة عن بعد والعمل عن بعد والصحة عن بعد والتعليم عن بعد، كله صار عن بعد. اليوم بالنسبة للنزاعات التجارية الوتيرة تغيرت، والعالم يبحث عن لغة موحدة بين العالم لحل الخلافات التعاقدية. فالبدائل مهمة لأنها تعطي المرونة، تعطي السرعة، تعطي التخصص، تعطي المصداقية. وزارة العدل تتخذ عدة إجراءات أو مناط بها عدة واجبات من جهة التحكيم، فهي عضو في اللجنة الدائمة لمركز تحكيم السيئة للأحكام، وجميع هذه الإجراءات في الحقيقة تتم بشكل إلكتروني ميسر مع التقيد بالمدد النظامية المحددة. أيضا حاليا يجري العمل على وضع قواعد لاختيار المحكمين من قبل محكمة الاستئناف عند اللجوء لها في تعيين المحكمين، وهذا بالطبع سينعكس على نوعية المحكمين وبالتالي جودة قراراتهم التحكيمية. أيضا محاكم التنفيذ، وهذه يعني أمر مهم جدا، محاكم التنفيذ تدعم التحكيم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين باعتبارها سندات تنفيذية وإتاحة تنفيذها إلكترونيا. وأعتقد أن وزارة العدل لديها تجربة فريدة في هذا الشأن، وهذا المركز الحقيقة مستقل عن المحاكم ويقوم بعمل تنظيمي متكامل لعمل المصلحين